أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کی اس ویڈیو میں ہم قنوت نازلہ سیکھیں گے، شروع کرتے ہیں. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين وللمؤمنين والمؤمنات والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم وانصرهم على عدوك على عدوك وعدوهم وعدوهم اللهم اللهم عن الكفرة عن الكفرة الذين يصدون الذين يصدون عن سبيلك عن سبيلك ويكذبون ويكذبون رسلك رسلك ويقاتلون ويقاتلون أولياءك أولياءك اللهم خالف اللهم خالف بين كلمتهم بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم وأنزل بهم بأسك الذي بأسك الذي لا ترده لا ترده عن القوم المجرمين عن القوم المجرمين. اب میں ایک بار ملا کر پڑھتا ہوں. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. امید ہے آپ کو اچھے سے تجوید کے ساتھ قنوت نازلہ پڑھنا آ گیا ہوگا.
इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।